مع الخبر اللي انتشر امبارح عن احتمال إصابة الزميلة راشيل كرم بكورونا. هالخبر تم التداول فيه على عدد كبير من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، وانتشر بعده خبر انه راشيل عم تعمل فحوصات بمستشفى رفيق الحريري الجامعي ببيروت بعد ظهور العوارض عليها. هالأخبار عملت بلبلة لحد ما أكدت راشيل الخبر بنفسها على تويتر، وقالت انه من الضروري تتأكد وتوقف الوسواس خصوصا اذا الشخص حاسس بعوارض، واعلنت انه اليوم النتيجه بنسمعها سوا من راشيل اللي مفروض انها معنا مباشره على الهواء باتصال. مساء الخير راشيل. يبدو انه اتصال راشيل منه جاهز. بلا يمكن صارت معنا راشيل. راشيل عم تسمعينا؟ مساء الخير. مساء الخير. الحمد لله على الخير راشيل. هلا هيدي الحمد لله على السلامه، بتحس انه كان بيني شيء. لا لا بكل الحالات، لانه قلتي في عوارض وهيك، فعلى صحة السلامة الحمد لله على السلامة. هلا هني راشيل عم بيقولوا انه الفيروس كان موجود، بس قد ما انت طرحتي علي اسئلة غير رأيه وقرر انه ما بقى بده هالقبيلة. عرف لمعسكر قال لك بلي لك هالعلقة. لا خليني اوضح انه هي بتصير القصة مثل يعني وسواس. انا صار عندي لانه شو تفكر بعائلتي، شو تفكر باصحابي، وعن جد جديا يعني انا بقول يعني والله العظيم انه شو تفكر اكثر باهلي، انه انا بعرف فهماني انه هذا الفيروس منه قاتل، فهماني انه عن جد لا داعي للهلا، فهماني هذا رشح، فهماني انه عم نعمل بانيك او في بعض عم نعمل بانيك زياده عن اللزوم، بس بنفس الوقت بتفكر باللي حواليك. فنزلت على المستشفى وطبعا جربت انه فوت من محل اخر لانه ما كنت بدي تطلع الشوشره انه والله راشيل كرم تخطى عليه فحص الكورونا، بس اخر شيء طلع الخبر فاضطريت انه اقول انه فعلا في هذا الفيروس. ولكن خليني اقول شغله، يا ريت عن جد بس للحظه نفكر بالطاقم الطبي يلي موجود جوا، لانه انا بس وصلت اولا الاجراءات يلي انا شفتها معي ومع غيري، لانه انا قدرت اشوف شخص قبل فات يعني فقط لا اكثر ولا اقل. اولا موضوع ممنوع تفوت على الاوضه، لانه مثل عندك لوبي من بعدها بتفوت على اوض، فاصلا تقدر تفوت على هذا اللوبي بدك تكون لابس الكفوف الكمامه، وحتى لبسوني زياده مثل الشرشف يعني على راب علي. فتنا لجوا كل الاطباء بكثير احترافيه بكثير هدوء فسروا لي وشرحوا لي انه الموضوع 1 2 3 مش ضروري لقد يكون في خوف، هيدا 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 يعني مثل كانه رشح. شرحوا لي ولا بل اكثر من هيك شرحوا لي كوني صحفيه انه انت عم تخبري راشيل وننسي نانسي بلشت تسعد. لحظة بلشت تسعد هلا بتبلوني الخبرية أحا قولت وزير الصحة مش سهلة هيك أحا صغيرة راشيل لأمي كمان المنيح انه ما جيت على التي في يعني بوقتها انا قعدت على الكرسي بالغلط كرسي راشيل بس لما رجعت عرفت انك ما دعستي بالتي في طمنت صراحه خليني اسالك راشيل بس نوضح انه انا اولا دغري يعني من السبت من تخسير المستشفى مباشره ما رجعت على التلفزيون ابدا ورجعت يعني على شوي نقدر نريح حالنا احد تنين ما كنت حاسه باي شيء التنين من عشية بلشت وسوسه بتصير نكته انه شو كنت بالمستشفى كنت مستشفى وخليني بليز اسمحوا لي بس وضح مساله الكمامه لانه انا بالمستشفى شلحتها لثواني لعشت منها 10 ثواني وبرجع بعملها واكيد برجع بعملها لسبب انه لازم العالم تعرف انه هيدا مش بالهواء يعني ما بينتقل بالهواء انا عم بحكي مع الكاميرا وبالتالي مستحيل انه اقدر القطه فايه بشيل الكمامه تحت ما يصير في هلا عند العالم وايه الحرص الوحيد من الاساس بليز كل واحد بس بده يعطس نحن عندنا اياها لبنان دغري بحط ايده لا بدك تحط كتفك لانه كتفك صعب هلا نحن رح نعطي اكثر كل التدابير بخلال الحلقه بس راشيل بس شو العوارض اللي خلتك يعني حتى الناس كمان تعرف تقولي انه لازم انزل على المستشفى واعمل هيدا الفحص غير انه انت اكيد موسوسة لانه كنت بداخل المستشفى وبوقت وجود حاله كورونا لا لا نانسي خلينا عن جد بوضح لك وانت بتعرفي وبتعرفي لي راسي وبتعرفي لي ان حدا بمحل معين منطقي بالمغامره او منطقي بالامور مش انه هي صحتي بالنتيجه انا ايه رح بروح بغطي بالمستشفى ما كنت عتلاني هم المستشفى قد ما كنت عتلاني هم اولا البانيك اللي بيعملوا لك اياها العالم اللي حواليك ايه شو ماك كورونا انا بتذكر شيتك راح لقى شبه عندك قالت لي روشيل بليز انه بلا ما تيجي هيك قلت انا انه يا عمي انه شو في انه قالوا انه انت السبت كنت بالمستشفى طب ايه وشو كنت بالمستشفى شو يعني هلا كل الموظفين بالمستشفى معهم كورونا بالعكس هدول الاشخاص عم ياخذوا اكثر من احتياط هدول الاشخاص عم بحطوا عن جد عم بحطوا ارواحهم على ايدهم حتى انا الاطباء اللي شفتهم والممرضين اللي شفتهم
خبرونا انه في جزء كثير كبير منه ما بقولوا لاهلهم انه هم عم بيشتغلوا هون. فانا اكثر مساله تفكري عمي امي اخواتي اهلي. بس هو كان عوارض جريب عادي يعني؟ كان عوارض لنسي تطلع وتعطل الحراره، كنت بمحل منخوري كان كل شوي عم ينزل، بحس بتعب عم بصعب. هلا يعني كان المهم معك نتيجه، النتيجه طلعت شو حاسس صار اكاديمي بالموضوع؟ نوميني طلعتي؟ اكيد اكيد ما طلع شيء شيء يصدقيني. وحكيت الله عم بدي انه حتى لو كانت ايجابيه كان بالنسبه لي انه الحمد لله انه طلعت سلبيه. لا انه انا لازم تستوعب وما تخاف يعني اكيد. هلا معك من الاداره اجازه على فتره سنه مدفوعه رشاد. هلا لاقول لك لانه الشباب والصبايا كلهم بيسلموا عليكي وبيقولوا لك انه على الواتساب وعلى كانوا بدهم يشيلوك عن الجروب. كرمه تبعت لك انه رشال مفتوجه قبل الثلاثه، فانا الثلاثه ما حددته انت اي متى، فانا صحبتها هلا يعني ما عندي اي مشكله بالموضوع، بس عن جد بس اقول للعالم ما يخافوا، ما يكون في هلا شويه انتباه شويه كذا بتكفي، مش ضروري نكون نعيش حالنا وتعيشوا الاخرين تحديدا نحن كصحفيين بهذا الموضوع، لانه عن جد مش مبالغه بس قلت بدي اعمل بحث كورونا سألت من شخص انه عن جد انه انتبه ولا شو ميكي تفكر حالي انه بنشيل يعني انه او انه كيف هداك المرض معه هداك المرض لا اكيد رحل. حتى ما كمان نعمل بانيك من الموضوع يعني. اكيد نحن رشال نرجع بنقول لك سلامة قلبك دائما ورح نسألك كثير لانه بعد مطوله شوي انت لا ترجعي على التلفزيون لو كل النتائج طلعت انه ما بك شيء بس انه ما عليك انت وابو عمر متفائلين انه هذا المرض ما بينتقل بال ورح نعطيه اجازه كمان. شكرا الحمد لله على السلامه لكن رشال وشكرا لك.